بدينا نلموا في الدراهم كي بعثوا الفاتوره هذوك جاوا لي ناس محسنين بداو يعاونوا فينا واللي كانت تقدر بشحال 250 مليون احنا نلموا هكذاك وكاينه جمعيه من المسيله من ولاد الدراج عيطوا لي قالوا احنا نعاونك في الطفله هذه اللي اشتبنا نص المبلغ هذا انا كنت نسكن في جهه في حي الشاليات وهذا السيد اللي داري دراهم في جهه اخرى كي لحقت ليه هو وصل لي مال في دير الغايه يفهم القصايص وفي عمره دوك باقي 80 سنه ولا هو يسال مستور لاباس عليه شهر 400 ملايين راسو راس المراه مرته عندها واحد اللوت تبيع في اللوجمات مستور الحمد لله جاني للدار قال لي ديروا جمعيه وانت بنتك وكذا وقلت له انا جاي بنتي واش من جمعيه ندير هذوك قلت له انا ما نقراش وكذا وكبير منا لا لا هو يقرا مليح لا قال لي انا نقرا ودينا الجمعيه ونمشيو في الطريقه حنا نلموا الطفله اللي بدا نلموا هذو في المبلغ هذاك وهو قلت له ودي لسه قبل جمعيه الناس يعرفوني الحمد لله راني نعرف الناس مليح وكذا بديت نلم له في الناس لمينا به ندير الجمعيه كي لحقنا نروح ندير الجمعيه كاين واحد وثاني يسرقوا في ولادو عنده جوج ولاد معوقين قال له نديرك امين المال قال له ديجا ما نعطيك منصب كي لحقنا ما داروش امين المال وشنو هو هدف الجمعيه انت رحت باش داوي لا احنا نلمو هذا جاي قال لي الجمعيه قال لي هذا هو استغلني هو ما لازم تكون جمعيه باش تقدر قال لي كي نلمو جمعيه قال لي بنتك نروحوا قال لي بنتك وما هو عنده طفل ثاني بنته مريض قال لي هذا الناس كلنا احنا نلمو في المبلغ هذاك هو جالي كي يجيني هكذا ولا ياكل عندي يجيبوا للدار ياكل يشرب كي جاوا الجمعيه جابوا لي المبلغ شغل تكفلوا بها هما مشى معايا حتى الجمعيه كي مشيت انا جاب ربي مشينا للطرق كملت العمليه الاجراءات درنا لك وقت جينا ماشيين جاني مشايا مع حتى المطار المهم قال لك تلحق للطرق كش ما تحتاج هاني هنا قبل منها ما نروحوا لنا للطرق خصونا درهم الفواياج قال لي تعطيني الكارطه تاع الزرقاء تاع المعوقين وتعطيني الفاتوره وتعطيني الوثيقه تاع وردك والصور درنا هذوك الشيحات اللي كنا نحطوهم هذوك عطيت لنا اخو ياكل عندي ويشرب ما فيهاش لا يعني ثقه اللي كنت دايرتها وكل عنده وش دايرها باش مليح هكذا نجيبوه هو للدار عرف الدار وعرفني قال لي شو بقول ما تروح قال لي ممكن تحتاج درهم له قال لي خدم لي شويه بايط هذوك نحطهم في الحوانت عند الناس نعرفوهم مشى هو وليدو شرا وقيله 150 باطه ولا حطوه كاع في الحوانت انا مازال ما مشيتش بعد قلت له يا جماعه يعني حصالات ولا شيحات باش يفهموا الجمهور تاعنا حطيتوها في كل ولايه في كل بلاصه الولايات حط بدا يحط هو بدينا نحطوا يدير رقمه انا ما نعلمش كيف راه يدير كي ولا يخدم في الاوراق هذوك يدير هو رقمه الاول والرقم تاع الثاني في التليفون انا ما نعلمش ملي انا وليت نفرح بنيتي رايحه ونجري وكذا الفيزا قلت له جمال خلاص المبلغ هاو كمل انا هاني ندي بنيتي قال لي هذا حوايج اللي خدمناهم تروح لي وتحتاجهم قال لي يزيدوا لك هو يعرف الطراد قلت له انا نعرف كي رحنا له دارت العمليه اخذت العمليه قعدت واحد الخمس ايام ولا ست ايام جاوا الاطباء قال لي العمليه يوجيك 250 والدوزيام قال لي يجيك 100 مليون باه تروح تنحي دوكا بالحديد قال لي شهرين ترد بنتك 100 مليون وكملوا العلاج تاع الكره على الدوزيام داروا له بصح شغل الحديد قال كاين الحديد نشوفوه وتقعد شهرين عندنا دير ريديكاسو قعدت انا مده 40 يوم في اسطنبول هو كل يوم ولا يتكلم معايا عندي الطفل اللي يجيب له التليفون يهضر معايا واش راه كذا قلت له ودي قال لي واش خاصه قلت له واش خاصني نطلبوا فيا 100 مليون قال لي بعث الفاتوره بعث الفاتوره انا مملوك كي خاوته بعث الفاتوره الوثائق كذا ابدا هز وليدي هذاك عندنا واحد الطبطابه تاع الطوموبيل هكذا يهزوا يقول له واش بدبر 300 400 روح حطوا الحصانه هذوك حطوا تقريبا 300 حصاله بداوها من مدينه الجزائر نخرجوا في تيزي وزو الدنيا قاع حطوها البيت هذوك انا الطفل ما يقول لكم قال لي نقول له ابني نقول له اصبر والله وكل يوم يهضر معايا كي جينا روحنا عرضناه جابوا الناس طلعوا علينا من البلاد مسيله جابوا لنا الماكله الشراب كذا داروا لنا عشاء عرضنا كاع الاهل كي جات عشاء هما اللي يقعد غير تعشى انا ثلاث ايام ما شفتوش وانا نحوس عليه صديق وكذا ونشوفه عشاء وملح 40 يوم ومن بعد قبلت وليدي قلت له هذاك قال لي يا بابا انا سربينا تغريم 300 حصانه حنا فتنا دوك انا في 40 يوم ولا 45 يوم قلت له حنا طلبونا 100 مليون عيط لعمك جمال وروحوا لموا وعندنا الطوموبيل دير 20 ولا 30 مليون نبيعوها وردوا ورد للطرق هو وصلني في المده هذيك اللي باش يجيني يروحوا للبيض ولا للبيض يحط المعمره وتصور عنده كلش عنده يحط المعمره ويحط يهز المعمره يفرقها ثم عند قابلوه كاميرات في الحوانت يفرغ المعمره هذيك يديها ويحط واحده جديده ويمشي ما
بعد قلت له جا مرة حطينا بايت وكذا، قال لي اصبر، قال لي انا مشغول وعجوزي مريضة. ما قلت وليدي تعرف وين حطيت البايت، روحوا كش مازال نلموا شوية ونشوفوا كيف يعاونوا الناس وروحوا. الاول حنا دخلوا عنده قال له هاو جا هذاك زرق العينين عمكم جامل اللي كان معاكم، حلوا الكاميرا قال له هاو داير هذاك في الباط، يحل البايت هذاك، يحل الباطه يفرغها ويحط لها. عيط له التليفون، عيط هذاك مول السيبرات قال لي تجي، قلت له ودي واش نجي انا ما عندي ما امنتش الامر هذا باللي هذا السيد يسرق هذه ورده، كذب الامر خلاص ما كانش.